السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش في حلقة هذه الليلة مرض الدفتيريا والأخطار التي سينتجها إذا لم يتم تلافيه. أعلنت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيا عن تفشي مرض الدفتيريا في اليمن، حيث كشفت الوزارة تسجيل أكثر من 150 حالة إصابة سريرية في محافظات إب والحديدة وصنعاء خلال الأسابيع الماضية. وأكدت الوزارة أن معظم الإصابات بالمرض من الأطفال في الوقت الذي يستمر فيه انتشار المرض مرض الكوليرا، والذي أسفر عن وفاة 2200 حالة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش أخطار الانتشار السريع لمرض الدفتيريا بالتزامن مع استمرار تفشي وباء الكوليرا في محورين: الأول حجم وطبيعة تفشي مرض الدفتيريا في اليمن وخطره على السكان، والثاني الحلول والإجراءات العاجلة التي يمكن لها أن تساهم في إيقاف تفشي الأمراض والأوبئة. مشاهدينا سويا سنتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. لم يعد خطر الحرب والمجاعة وحده من يتهدد اليمنيين، بل تجاوز إلى أخطار أشد وهي الأوبئة التي تهدد الملايين منهم. فمن الكوليرا إلى الدفتيريا، بات المرض مشهداً مألوفاً ومرعباً في عموم البلاد، يفتك معه الوباء بأرواح العديد من المواطنين في القرى والمدن. الدفتيريا القادم الجديد هو مرض معدي قاتل يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تضرر البلعوم والأنف. سجلت كثير من حالاته خلال الأيام الماضية في محافظات إب والحديدة وصنعاء، حيث بلغت نحو 150 حالة وفق مصادر طبية. وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء أكدت أن من بين الحالات السريرية تم تسجيل نحو 14 حالة وفاة جلهم من الأطفال، في وقت يتهدد المرض نحو مليون طفل آخرين. منظمة الصحة العالمية بدورها أكدت أن مخيمات النازحين في البلاد ستكون عرضة للإصابة بالمرض الذي تتزايد معدلات الإصابة به في الازدحام الشديد. ويرى مراقبون أن تردي الوضع الصحي في البلاد ساهم بشكل كبير في تفشي المرض في عدة مناطق يمنية خلال الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي سيستمر إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لوقف ذلك. والحلول هنا تقتضي أهمية إيجاد سبل أسرع لتوفير جرعات اللقاح والتطعيم اللازمة لمكافحة الوباء. إذن مشاهدينا نستهل النقاش، وينضم إلينا من محافظة الحديدة دكتور عبد الرحمن جار الله، مدير عام مكتب الصحة هناك. دكتور مساء الخير. دكتور هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة. إذن مشاهدينا نعم، إذن دكتور عاد مجددا. دكتور عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور، أهلا بك دكتور. بداية نبدأ معك من إعلان وزارة الصحة في صنعاء عن تسجيل نحو 150 حالة إصابة سريرية بمرض الدفتيريا ونحو 14 حالة وفاة، ما صحة هذه الأرقام؟ هذا مسؤولية وزارة الصحة، احنا مسؤولين في محافظة الحديدة فقط. لكن نعم. بالنسبة دعنا يعني نتأكد من مسألة محافظة الحديدة، محافظة الحديدة ما هي الحالات المسجلة حتى اللحظة؟ 9 حالات مسجلة لحد الآن وحالة وفيات. 9 حالات جميعها وفيات؟ لا 9 حالات وحالة واحدة وفيات، يعني حالة من 9 حالات توفت. نعم، هذه الحالات التي هي مؤكدة في محافظة الحديدة حتى اللحظة. نعم. وأقول هذا الدفتيريا مرض من أمراض الطفولة التي يعني نستطيع مكافحتها بالتحصين بلقاح الأطفال، وبالتالي عدم توفر اللقاحات بيسبب مشكلة كبيرة جدا، سواء في الدفتيريا اللي بدأت تظهر أو في أمراض الطفولة التي نلقح لها دائما الأطفال. نعم. طيب يا دكتور، لو تعطي المشاهد يعني نبذة مختصرة عن هذا المرض. طبعا الدفتيريا مرض بكتيري
يصيب الحلق واللوزتين وسقف الحلق، وهو مرض مميت طبعا. نعم مرض مميت لأنه له مضاعفات كبيرة جدا، أهمها أنه تتكون طبقات أو طبقة قد تسد مجال التنفس، وبالإضافة إلى ما تفرزه هذه البكتيريا من سموم مؤثرة سواء على عضلات القلب أو على الأعضاء الأخرى. نعم وبالتالي هي ما تستجدش المضادات الحيوية المعتادة، لذلك وينتقد هذا المرض عبر الرذاذ، عبر التنفس، عبر التنفس الأشخاص أمام بعضهم أو الأطفال، وطبعا منتشر كثير بين الأطفال، وبالتالي نوصل الناس بأنهم يحاولوا أنه يعزلوا الشخص المريض في المستشفى أو ينقلوه إلى أقرب مستشفى أو أقرب مرفق صحي حتى يتم معالجته ويتم عزله عن بقية الأشخاص. نعم، بمعنى أنه دكتور إذا تم اكتشاف أن هناك إصابة معالجتها، إذا يعني تم يعني الذهاب بها إلى مستشفى أو مركز صحي مباشرة، من السهل معالجة هذه الحالة. أكيد، يعني يجب أن يتوجه الشخص المشتبه بإصابته، يتوجه الأهل الذي لديهم طفل أو بالغ نعم مشتبه بإصابته إلى أقرب مرفق صحي. نعم، لكن يا دكتور دكتور يعني كما هو واقع حاليا في الكثير من المحافظات، هناك موسم بارد في هذه اللحظة، يعني هناك الكثير من الأمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي وأيضا التهاب الحلق وغيره، يعني كيف يعرف المريض أنه مصاب إما بالدفتيريا أو أنه التهاب عادي؟ يعني ما هي الأعراض الأولية التي من خلالها سيعرف المريض أنه مصاب بهذا المرض؟ حمى شديدة لا تستجيب للأدوية المعتادة، بالإضافة إلى أنه يجب أن أي شخص يعاني من صعوبة في البلع أو آلام في الحلق أن يعرض على طبيب، حتى الطبيب هو الشخص الوحيد الذي يقدر أن يفرق بين الحالات من هذه الدفتيريا أو التهابات تنفسية عادية. نعم، لكن هي ببدايتها تبدأ حمى شديدة كما فهمنا منك. حمى شديدة لا تستجيب للمضادات الحيوية المعتادة. نعم تمام. نعم. والأهم نوصل الأهل بأنهم يلقحوا أطفالهم، يحصنوا أطفالهم، يجب تحصين الأطفال. هناك تحصين مخصص لهذا المرض دكتور؟ نعم، هو من الأمراض الطفولة التي يتم لها تلقيح ضمن اللقاحات الروتينية المعتادة. نعم، الإصابة التي سجلت في محافظة الحديدة جميعهم من الأطفال أم من كبار السن؟ من كل في أطفال وهو الأكثر، وفي بالغين طبعا. نعم، بالنسبة لهذه الحالات كيف تم التعامل معها وما الإجراءات التي اتخذت حيال هذا الانتشار الأخير؟ خصصنا مكان هو في مستشفى الثورة قسم خاص باستيعاب هذا الضغط، وحتى يكونوا معزولين عن بقية المرضى. نعم، ويتم رعايتهم بواسطة فريق طبي سواء من الأطباء أو الممرضين متواجدين على مدار الساعة. نعم، لكن في نقص في أدوية، في نقص في لقاحات، يجب أنه يهتم الجميع بإدخال الأدوية إلينا، لدينا نقص في الأدوية. عندما تم إغلاق الميناء والمطارات الآن في نقص اللقاحات والأدوية، قد لا نستطيع أن يعني أن نعطي المرضى الأدوية المحتاجة لهم، هم يحتاجوا أدوية سواء مضادات حيوية مختصة للمرض أو أمصال، يحتاج المريض مصل خاص للدفتيريا، وهذا إلى الآن مش متوفر لدينا. نعم، إذا هناك عجز في يعني في المحافظة في الجانب الطبي في بما يتعلق بالدفتيريا. أيضا دكتور إذا ما تحدثنا عن الكوليرا، الدفتيريا وأمصالها ولقاحاتها. نعم، حتى الكوليرا أيضا هناك عجز تواجه المحافظة. أكيد أكيد، لكن استطعنا الكوليرا لأنها تنتقل بواسطة البراز وبواسطة الدواء الأكل الملوث وكذا، طريقة سهلة، واستطعنا نستوعب البروتوكول لمعالجة الكوليرا. نعم، لكن الدفتيريا لأنها تنتقل بالرذاذ في الهواء فمن الصعب السيطرة عليها ما لم يكن موجود اللقاحات. نعم، لكن دكتور هنا سؤال أخير، هل يوجد تنسيق بينكم وبين المنظمات الدولية من أجل المساعدة في منع انتشار الأوبئة في المحافظة؟ وهل هناك استجابة إذا ما وجد التنسيق؟ طبعا احنا بيننا تنسيق وبين كافة المنظمات الدولية الموجودة
في المحافظه وفي اليمن بشكل عام. لكن احيانا يقف حتى الاخوه في المنظمات مكتوفي الايدي لعدم دخول هذه الادويه وعدم دخول هذه الامصار واللقاحات. يعني الاستجابه موجوده، ولكن الان الاليه في مساله دخول هذه الادويه واللقاحات. نعم نعم، والمنظمات نجحنا احنا وهم الى حد كبير في موضوع الفليله، لكن ان شاء الله باذن الله احنا بلغنا الان الوزاره والاخ المحافظ وهم متفاعلين معنا، وبلغنا كافه المنظمات بما يشبه نداء استراده للجميع بان يتدخلوا معنا في عدم انتشار هذا المرض، لانه لا سمح الله انتشر مرض الدفتيريا بيسبب لنا مشكله كبيره وبيسبب كارثه كبيره لا سمح الله. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر مدير عام مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله، كنت معنا من الحديدة. سينضم إلينا الآن من صنعاء عدنان حزام، متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. سيد عدنان مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيد عدنان. إذا نبدأ معك من تقييم عام للوضع الصحي في ظل انتشار أوبئة جديدة مثل الدفتيريا، ما هو حجم الخطورة التي يشكلها هذا المرض من وجهة نظركم؟ القطاع الصحي هو أكثر المتضررين نتيجة الصراع الدائري في اليمن لأكثر من عام ونصف. هناك منشآت صحية دمرت، هناك نظام صحي شبه مشلول لا يستطيع القيام بدوره نتيجة للوضع الحالي في اليمن. هناك نقص في الأدوية، هناك نقص في الكادر، معظم الكادر المؤهل غادر البلد نتيجة للنزاع. هناك نقص حاد في الإمدادات الطبية. نعم، وما زاد الوضع سوءا هو انتشار وباء الكوليرا الذي حاولت المنظمات ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم العون الإنساني في هذا الجانب ودعم مراكز معالجة هذا الوباء. والآن تظهر لدينا أمراض جديدة مثل الدفتيريا وغيرها من الأمراض. نعم. التي سببها الأساسي والرئيسي هو الافتقار إلى الأدوية وكذلك إلى الأمصال واللقاحات نتيجة لصعوبة دخولها. وأعتقد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت منذ بداية هذا الصراع وحتى هذه اللحظة تدعو إلى تحييد هذا القطاع الأساسي والهام والحيوي ألا وهو قطاع الصحة، وأن يكون هناك اهتمام كبير سواء من جميع الأطراف لهذا القطاع الحيوي، وأن يتم تسهيل عمل سواء عملنا كمنظمة إنسانية أو عمل الطواقم الطبية. نعم سيد عدنان، يعني من خلال البيانات السابقة يبدو أن هناك تحسن نوعا ما في مكافحات الكوليرا إلى حد ما، يعني لكن اليوم هنا وباء جديد وهو الدفتيريا وما زال في البداية. ما الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الدولية والتي يمكن أن تساهم في مكافحة هذا الوباء ما دمنا في البداية؟ أعتقد هذا المرض وغيره من الأوبئة والأمراض الأخرى، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحاول أن نجمع ونراقب انتشار هذه الأمراض. نعم. ليكون لنا تدخل أو نرى كيفية التدخل في هذا الجانب، ولكن ما يهمنا الآن هو أن الوضع الصحي بشكل عام والنظام الصحي في اليمن كان على وشك الانهيار، ويعتمد الآن حتى اللحظة على ما نقدمه كمنظمات إنسانية من أجل أن يقدم ولو حتى الحد الأدنى من خدماته لملايين اليمنيين. نتكلم اليوم عن إغلاق منافذ، نتمنى أن تفتح جميع المنافذ. نعم هناك خطوات إيجابية خلال الأيام الماضية بفتح منافذ في عدن وكذلك المكلا، وهذا خطوة إيجابية في إدخال المساعدات الإنسانية وكذلك المواد الأساسية والصحية، ولكن نطالب أن تدخل المساعدات الإنسانية من جميع المنافذ وكذلك المواد الأساسية وعلى وجه الخصوص الأدوية وكذلك الوقود. الآن هناك إشكالية أخرى تؤثر على القطاع الصحي وكذلك قطاع المياه الذي ينعكسان على الصحة العامة. يعني فقر تلك القطاعات من تقديم خدماتها
سيؤدي طبعا الى انتشار الاوبئه اذا لم يستطع الناس ان يحصلوا على المياه النظيفه، وكذلك سيؤثر على الصحه العامه بشكل عام وكذلك على النظام الصحي. نتمنى ان يكون هناك جهود اكبر وان تتفهم الاطراف لحساسيه هذا الملف الا وهو الملف الصحي، وان يحيد من الصراع، وان تبذل المزيد من الجهود وان تقدم المزيد من المساعدات للتخفيف على ملايين اليمنيين. نعم. سواء في الجانب الصحي او الاغاثي. نعم سيد عدنان، لو تجمل لنا كامل العراقيل التي تواجهونها انتم كمنظمات دوليه خلال عمليات الاستجابه الانسانيه. اعتقد انه في الفتره الاخيره هو صعوبة دخول المساعدات، هذا هو من العائق، ولكن العائق الأكبر الذي يجب أن يفهمه الجميع أن الاحتياجات في اليمن كبيرة كبيرة جدا تفوق قدرة كمنظمات إنسانية أو نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر. الوضع الإنساني باليمن برمته يحتاج إلى ميزانية دول، ليس إلى ميزانية منظمات. يعني نحن ما نقوم به هو التخفيف، وأقولها بصراحة وبشفافية، نحن ما نقدمه كلجنة دولية الصليب الأحمر هو لتخفيف من معاناة اليمنيين، ليس لإنهاء معاناتهم. نحاول جاهدين في سواء في مجال الصحة أو الإغاثة أو المياه أو غيرها من المجالات الإنسانية أن نخفف من المعاناة، لا نستطيع أن إنهاء هذه المعاناة، ولكن نتمنى بجهود الخير وكذلك المجتمع الدولي في أن نقدم المزيد لتخفيف من هذه المعاناة، وأن يكون هناك صوت يعلو فوق صوت الصراع، وأن يكون هناك صوت الإنساني هو من يكون سيد الموقف. نعم سيد عدنان، بعض المنظمات تقول أن هناك صعوبات كثيرة في إدخال الأدوية ويعني لمكافحة هذه الأزمة. هنا لو يعني توضح لنا مدى تعاون جميع الأطراف معكم أنتم كمنظمات دولية على أرض الواقع. أعتقد أنه لأكثر من عامين ونصف ونحن نعمل في اليمن كلجنة دولية الصليب الأحمر، نتحدث مع جميع الأطراف دون استثناء في تسهيل عملنا الإنساني وكذلك تفاهم عملنا الإنساني، ولكن للأسف الشديد هناك تحدث عراقيل من وقت إلى آخر، وخاصة القرار الأخير ما يخص إغلاق المنافذ. أعتقد أن هناك مراجعة لهذا القرار، وأن نتمنى أن يستمع الجميع لندائنا الذي أطلقناه بأن تفتح جميع المنافذ لدخول المساعدات الإنسانية. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا أخفيك نلقى عراقيل، ولكن الحمد لله من خلال حديثنا المباشر مع أطراف الصراع نحاول قدر الاستطاعة القيام ولو بالجهد اليسير لتخفيف من المعاناة. نعم. نتمنى أن يكون هناك تعاون أكثر وفي هذا الجانب، وأعتقد أنه في ظل عدم وجود ملامح لحل سياسي للوضع اليمني، أعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على أطراف الصراع على أن يحترم القانون الدولي الإنساني الذي ينص على تحييد المدنيين وكذلك المنشآت المدنية وعلى رأسها الخدمية سواء في المجال الصحي أو المياه أو غيرها من المجالات الحيوية التي تخدم وتساعد المدنيين من هذا الصراع. نعم سيد عدنان، هنا سؤال أخير، يعني إلى أي مدى يعني تواجهون صعوبة في إيصال المواد الصحية، يعني إلى ما طالما يعني هناك قرار من قبل الحكومة وأيضا التحالف بفتح المنافذ الخاضعة للسلطة الشرعية أمام المساعدات وأيضا يعني الإمدادات الغذائية التابعة للمنظمات، هل يعني إغلاق ميناء الحديدة يشكل أمامكم المعيق الأكبر أم ماذا؟ أعتقد أنه كان حتى في السابق عندما لو تتذكر كانت عندما كان الصراع موجود في عدن، كان موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر واضحا أن يجب أن لا تغلق المنافذ ولا يغلق ميناء عدن أو مطارها، وكنا صريحين في ذلك الوقت. نتمنى أن يكون الواقع هو الواقع الإنساني هو من يفرض على أطراف الصراع أن تتفهم أهمية هذه المنافذ وخاصة ميناء. لكن طالما فتحت المنافذ هذه أمامكم في عدن وغيرها، لا زلتم تواجهون نفس المشكلة؟ كما يعرف الجميع أن ميناء الحديدة ليس فقط للمساعدات الإنسانية ولكن لدخول البضائع الأساسية
ومنها الغذائية والوقود، وهذا يغطي احتياجات ملايين اليمنيين، لأنه في الأول والأخير نحن منظمات إنسانية، ما نقدمه هو شيء يسير، واعتماد أكثر اليمنيين 90% على احتياجاتهم من الواردات. وميناء الحديدة يعرف الجميع أنه من الموانئ الرئيسية التي ليس فقط تغطي المناطق التي يحادثها، ولكن كذلك حتى يصل إلى مناطق أبعد. بفتح سواء الحديدة أو مطار صنعاء أو غيرها من المنافذ الأخرى سيساهم من التخفيف، لأنه سيكون العبء على المواطن، سواء في زيادة سعر البضائع أو كذلك وصول المساعدات تأخذ وقت أكثر. نعم، يعني وصولها عبر عدن تشكل مشكلة. أعتقد أنه يعني هناك بدائل طالما هناك قرار بإيقاف ميناء الحديدة، يعني إن أتت هذه المعونات سواء إغاثية أو علاجية عبر ميناء عدن ليست بالمشكلة. قلنا افتتاح فتح ما أو سينا في العمل في ميناء عدن أو كذلك مطارها شيء إيجابي ورائع، وكذلك يساهم في التخفيف من معاناة اليمنيين. اليمنيين ليس فقط الذي يعانونهم في الشمال أو في الشرق أو في الغرب، اليمن بكلها هي تعاني. المنظمات الإنسانية تحاول جاهدة من خلال إدخال المساعدات سواء من الحديدة أو من عدن أو من المكلا أو من الوديعة أو من غيرها من المنافذ، ليس فقط لإثبات سلطة أي طرف، ولكن من أجل أن تصل إلى من يحتاجونها. أتمنى أن ينظر لهذا الملف بحيادية، وأن لا يسيس العمل الإنساني، وأن تفتح جميع المنافذ لدخول المساعدات الإنسانية وكذلك المواد الأساسية، لأن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل المزيد من المضاحكات ولا يحتمل المزيد من الأعباء. اليمنيون الذين نقابلهم ونساعدهم يقولون سئمنا ولا نستطيع أن نتحمل المزيد. أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع، وأن يرى المجتمع الدولي للحالة اليمنية بعين أكثر إنسانية. نعم، إذن أشكرك جزيلا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيد عدنان حزام، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن من عدن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. دكتور مساء الخير. أهلا، مساء الخير. مرحبا بك دكتور. منظمة الصحة العالمية قبل أيام أعلنت عن حدوث 14 حالة وفاة، واليوم هناك إحصائية أخرى أعلنتها وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيا عن زيادة في أعداد المصابين. ماذا عن الإحصائيات لديكم كوزارة مختصة بصحة السكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس لتغطيتهم لهذا الحدث. أولا، منظمة الصحة العالمية أو سلطة الانقلاب اللي تحدثت عنها، كل التقارير اللي توصل هي توصل من كادر وزارة الصحة العامة والسكان، وكادر وزارة الصحة العامة والسكان هم لهم تواصل مع الحكومة الشرعية بالعاصمة عدن. صباح اليوم تم عقد جلسة أو ورشة عمل لاستراتيجية التحصين مع مدراء عموم مكاتب الصحة العامة والسكان، وكذلك منسقي التحصين في عموم محافظات الجمهورية بحضور معالي وزير الصحة العامة والسكان ومثلي كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وكان النقاش دار الحديث كله عن استراتيجية التحصين وتفشي وباء الدفتيريا مؤخرا في عدد من محافظات الجمهورية، حيث أن الإحصائية وصلت إلى 156 حالة اشتباه في 12 محافظة، وكان تركيزها في محافظة إب خصوصا مديرية سدة ومديرية يريم، منها ما يقارب عن 122 حالة في هذه في محافظة إب في 6 مديريات، تركزت في يريم ومديرية سدة، منها 14 حالة وفاة، 10 حالات وفاة في محافظة إب. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وعدد من الشركاء الدوليين و مدراء مكاتب الصحة ومنسقي التحصين في المحافظات، حيث أنه هناك عادة أو استراتيجية في موضوع التحصين، أنه بسبب ما تقوم به الميليشيا من منع المطاعيم من خروجها من صنعاء، ونحن دائما حذرنا منذ عام توصلنا إلى ممثل منظمة الصحة العالمية وممثل اليونيسف، وبعثنا رسالة إلى كل من القاهرة وجنيف فيما تمارسه ميليشيات الحوثي وصالح
خصوصا انها مسيطره على المطاعيم، فهذا كله اثر سلبا انه تم تاجيل الحمله اكثر من مره، حملات التحصين، تم تاجيل الحملات التكامليه، وايضا انه هناك اشكاليه في عدد من المرافق الصحيه بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على شعبنا اليمني، تم تدمير المرافق الصحيه، وهذا كله اثر سلبا على خلل في موضوع او انه تغطيه التحصين لم تكون كافيه، وبالتالي تفشت كثير من الامراض منها الدفتيريا في بعض المحافظات. هناك فرق الاستجابه السريعه تم ارسالها من قبلنا في العاصمه عدن، هناك غرفه عمليات في العاصمه عدن لمتابعه وضع الوضع الوبائي للدفتيريا في عدد من المحافظات. جهود كبيرة تبذل، وإن شاء الله في الأيام القادمة طبعا نفذت بعض الحملات في محافظة إب واستنفذت في محافظات أخرى في المناطق الأكثر خطورة التي تم تسجيل فيها حالة. نعم دكتور، ما مدى تنسيقكم مع المنظمات الإنسانية في مواجهة هذا التفشي، وما هي الإمكانيات التي تمتلكها الوزارة حاليا لمواجهة تفشي وباء جديد كالدفتيريا؟ نحن على تواصل مستمر مع المنظمات الدولية وخصوصا منظمة الصحة العالمية، واليوم قبل ساعة كنت على تواصل مع الأخوان في منظمة الصحة العالمية، واليوم مع الأخوان في اليونيسف. ستنفذ حملات في المناطق التي سجلت فيها حالات اشتباه بالدفتيريا، حملات تحصين لتغطية هذه المناطق بالمطاعيم للمناطق أو المديريات التي سجلت فيها ريسك، يعني حالة خطر. وعندنا إحصائية في بعض المديريات في عدد من المحافظات، 12 محافظة، وإن شاء الله مثلا في محافظة تعز في مديرية المخاز سجلت 4 حالات، سجلت حالتين اشتباه في محافظة عدن، وإن شاء الله سندشن حملة في مديرية دار سعد والشيخ عثمان بإذن الله بالتنسيق مع الأخوان في اليونسف في ذلك. وعدد من المحافظات التي سجلت فيها تم فيها حملات في محافظة إب يوم 4 نوفمبر تم عمل حملة تحصين للمديريات المستهدفة. نعم إذا وضحت الصورة دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان معنا من صنعاء، والشكر أيضا للدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة، والشكر أيضا لوكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي كان معنا من عدن. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله.